هذا وأعلنت وزارة الصحة في القطاع فجر اليوم الأربعاء عن ارتقاء شهيدين وإصابة اثنين من الطواقم المسعفة جراء استهداف طيران الاحتلال سيارة إسعاف خلال إخلاء مصابين بجوار أبراج الكرامة. نعم، وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قوة الاحتلال الصهيوني صعدت الليلة الماضية وفجر الأربعاء من عدوانها الهمجي على قطاع غزة، وباتت تقصف أحياء كاملة على رؤوس ساكنيها في وقت وثق فيه ناشطون فلسطينيون ومنصات إعلامية مشاهد تظهر حجم الدمار إلى جانب انتشار شهداء وجرحى من منطقة حي الكرامة. واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اتهم قوات الاحتلال بتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف في القطاع. وقال المتحدث أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصر على أداء واجبها تجاه شعبها، مطالبا الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف. ووثق راصدون استشهاد 6 من الكوادر الصحية وإصابة 15 آخرين في القصف الجوي للاحتلال على الطواقم الطبية. إذن ولمتابعة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ينضم معنا مراسلنا من هناك مازن البلبيسي. نرحب بك مازن معنا في أخبار المنتصف. إذن هناك قصف صهيوني متواصل على المنازل والأعيان المدنية في قطاع غزة، ما حجم التدمير الذي طال البنية التحتية جراء هذا القصف والعدوان الصهيوني؟ هناك تدمير واسع للبنية التحتية والتجمعات السكنية هنا في قطاع غزة وفي أنحاء متفرقة من القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف تلك التجمعات بوحشية كبيرة واستهداف الأماكن السكنية لإحداث أكبر قدر ممكن من الخراب والدمار في تلك المناطق. هناك أحياء كاملة مسحت تماما وبيدت بشكل كامل، فقط تحولت إلى أكوام من الحجارة بسبب شدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت تلك المناطق الليلة الماضية. وقبلها كان هناك استهدافات مباشرة لتجمعات وأحياء سكنية سواء في حي الرمال في غزة وحي تل الهوى وكذلك منطقة الكرامة ومخيم جبال للاجئين، وإلى الجنوب من قطاع غزة مدينة خان يونس. الاحتلال الإسرائيلي يوسع من رقعة عدوانه وإرهابه ضد الفلسطينيين واستهدافه للمدنيين الأبرياء من خلال قصف المنازل على رؤوس ساكنيها. جل الضحايا هم من المدنيين، نحن نتحدث عن أطفال، نتحدث عن نساء، عن كبار السن، كلهم ضحايا لهذا العدوان. وهذا واضح من الأعداد الكبيرة للشهداء والجرحى، أكثر من 1050 شهيد حتى هذه اللحظة. نعم. والعدد بالتأكيد بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف مرشح للإزدياد، كذلك أعداد الجرحى وصل إلى 5000 جريح. العدوان يتواصل والإرهاب الإسرائيلي مستمر ضد المدنيين الأبرياء. الاحتلال الإسرائيلي يضع هؤلاء المدنيين في دائرة استهدافه ويجعلهم هدفا لطائراته وصواريخه، يقصف غزة بوحشية كبيرة. الغارات لم تتوقف من جنوب القطاع رفح إلى شماله بيت حانون، هناك مناطق أخليت تماما ونزح سكانها إلى ملاجئ تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. حتى تلك المراكز مراكز الإيواء التابعة للأونروا بعضها تعرض للقصف والعدوان الإسرائيلي. إذن غزة تتعرض لقصف وحشي إسرائيلي لا مستمر واستهداف للمباني السكنية. الاحتلال واضح أنه يسير في هذا النهج وماضي به، وهو استهداف المدنيين وأيضا ارتكاب مجازر مروعة ضد أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لهجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يعني مازن نعم، المدنيون في قطاع غزة يتعرضون للحرب إبادة من قبل العدو الصهيوني كما تحدث، يعني مناطق كثيرة في قطاع غزة تم مسحها. مازن، لو تحدثنا عن طواقم الدفاع المدني وعملية الإغاثة كيف تتم جراء هذا القصف الوحشي على القطاع؟ أولا كلنا يعلم الإمكانيات لدى السلطات المحلية هنا في غزة سواء الدفاع المدني أو الأطقم الطبية والأطقم البلدية هنا في قطاع غزة، إمكانياتها جدا متواضعة غير متطورة بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع الاحتلال لإدخال معدات تلزم طواقم الدفاع المدني في مثل أحداث الكوارث سواء تلك الطبيعية أو في مثل هذه الحالات كالحروب التي تشن على قطاع غزة. بوسائل بدائية وبطرق وجهد شخصي يقوم عناصر الدفاع المدني أو السلطات المحلية
بمحاوله انتشال جثمين الشهداء او الناجين من تحت انقاض المنازل المدمره من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وهذا بالتاكيد ياخذ منهم جهد ووقت طويل، وايضا يمثل عائق امام عملهم بسبب نقص تلك الامكانيات اللازمه لانتشال الشهداء من او الناجين من ركام من اسفل ركام هذه المنازل. حتى هذه اللحظه بسبب ذلك عدد كبير من جثامين الشهداء محتجزه تحت هذا الركام او ركام بعض المنازل المدمره، ولم يتم التوصل تمكن التوقف الطبي المدني من الوصول الى جثامين هؤلاء الشهداء. نتحدث عن عدد كبير من المفقودين تحت ركام تلك المنازل، وعاجزه السلطات المحليه عن التعامل مع بعض الحالات في بعض المناطق التي تعرضت للتدمير والخراب بسبب الغارات الاسرائيليه. اذا نحن نتحدث عن جانب يعني يعاني منه او تعاني منه السلطات المحليه من هنا في قطاع غزه بسبب ضعف الامكانيات كما قلت، هو جهود شخصيه. وكما تحدث مازن يعني هناك مفقودين الان تحت الانقاض لم يتم انتشالهم حتى اللحظه. مازن، ما يتعلق ايضا بوضع المستشفيات حاليا؟ غزه هي تحت الحصار الان، ويعني مقطوع عنها الكهرباء وكذلك الوقود، فبالتالي ما وضع المشافي وقدره الاستيعاب أيضا على استيعاب الجرحى؟ يعني نحن نتحدث عن أعداد مهولة للجرحى وكذلك للشهداء. الطواقم الطبية أو المستشفيات قطاع غزة أيضا هي الأخرى إمكانياتها جدا متواضعة. نحن نتحدث عن حصار إسرائيلي منذ 17 عاما يمنع إدخال الكثير من المستلزمات الطبية للقطاع، وكذلك أيضا الأجهزة الطبية اللازمة لتشخيص بعض الحالات المرضية وأيضا لهؤلاء الجرحى. هناك ربما سياسة تتبعها وزارة الصحة أو الطاقم الطبية هو تفضيل حالة عن حالة أخرى في طريقة التعاطي معها، سواء في العمليات أو سواء في تقديم العلاج اللازم لهذه الحالات، وهذا بالتأكيد يمثل معضلة. أنا أتحدث معك نحن في اليوم الخامس، 5000 جريح، هذا عدد كبير لا تستطيع الطواقم الطبية أن تتعامل مع هذا العدد الكبير من الجرحى. كذلك نحن نتحدث عن أعداد الشهداء، حتى ثلاجات الموتى غير لا تكفي لاستيعاب عدد الكبير للشهداء الفلسطينيين الذين يسقطوا تباعا في مجازر إسرائيلية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. نحن أمام كارثة واقع جدا صعب. إن استمر هذا العدوان وهذا الإرهاب الإسرائيلي، غزة ذاهبة إلى مزيد من التدهور في الكارثة الإنسانية. الكارثة الإنسانية بدأت يعيش أهالي غزة ظلالها ويشعر بها بسبب أولا قطع الكهرباء وكذلك امتداد المياه، خطوط الاتصالات والإنترنت، والآن هناك حديث بأن ما يكفي ما هو موجود من مخزون احتياطي لدى محطة توليد كهرباء قطاع غزة 300 ألف لتر لتشغيل مولدات الكهربائية في محطة توليد الكهرباء. وهذا لا يكفي إلا لساعات معدودة فقط، ما يعني أن غزة بعد أقل من 6 ساعات ستغرق في ظلام ولن تعود إليها الكهرباء في ظل النقص الحاد بالوقود ومنع الاحتلال الإسرائيلي. إدخال أي نوع من الوقود إلى قطاع غزة والتهديد من تهديد الجانب المصري بمنع إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء، وكذلك كذلك أيضا منع إدخاله من معبر كرم أبو سالم. إذا نحن نضطرب إلى أو نضطرب أكثر، يعني كما تحدث مازن مقبلون على كارثة إنسانية في القطاع. الكارثة الإنسانية يعيشها أهالي غزة الآن، ولكن تتفاقم شيئا فشيئا في ظل هذا الوضع الراهن الذي يعيشه أهل القطاع واشتداد القصف والغارات الإسرائيلية. في كل لحظة هناك عملية نزوح، عملية تهجير للسكان في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شاهدنا قبل قليل عملية نزوح وبعد تهديد بقصف مناطق في حي تل الهوى وكذلك مناطق أخرى. أين ينزحون مازن؟ أين ينزح المواطنون؟ يعني هناك عدة خيارات، إما لداخل المستشفيات القريبة التي تحيط بتلك المناطق أو لمراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أو ممن لديه أقارب بإمكانه الذهاب إليهم هكذا. وهناك أيضا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، هناك فلسطينيين يهجروا في اليوم مرة ومرتين، يذهبوا إلى نقاط يظنون أنها آمنة ثم يذهبوا إلى نقاط أخرى
ايضا وتتعرض للقصف. طيب مازن قبل ان نختم معك، نعم لا توجد اي منظمات دوليه للاغاثه حاليا في قطاع غزه؟ يعني حتى الان من يعمل على الارض هم السلطات المحليه الفلسطينيه فقط. الاحتلال الاسرائيلي يغلق المعابر، معبر رفح مغلق. حتى الان يتم التباحث دوليا في توفير ممرات امنه لادخال المواد الاغاثيه والغذائيه لقطاع غزه، وحتى هذه اللحظه لم يحصل ذلك. ان تاخر هذا الامر هو بالتاكيد غزه ستكون امام كارثه كبيره، نقص في الوقود، نقص في الغذاء، نقص في المعدات، وهذا يتطلب جهد دولي سريع الآن لإدخال هذه المعدات اللازمة للقطاع الصحي، وكذلك المساعدات الخاصة بالمواد الغذائية للفلسطينيين الذين يتواجدون في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة. وأن خاصة أن وكالة الغوث وتجهيل اللاجئين الأونروا تقول أن إمكانياتها لا تسمح بتقديم مساعدات غذائية لهؤلاء النازحين إلا لأيام قليلة، ونحن نعرف الآن أعداد النازحين في ازدياد ومستمر بسبب عملية النزوح التي تتواصل الآن بفعل إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إبادة أماكن ومناطق سكنية في مختلف محافظات قطاع غزة. نعم، مراسل قناة يمن شباب في غزة مازن البلبيسي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.